وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله اليوم الاثنين إلى قاطع عمليات صلاح الدين للإطلاع على آخر المستجدات الأمنية. وذكر أعلام العمليات في بيان مكتوب إن رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله وصل إلى قاطع عمليات صلاح الدين للإطلاع على آخر المستجدات الأمنية. يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية.